باكل كشري وبخس. حاجه تانية او مشكله، قبل ما نقول الحاجه التانية نقول المشكله. طيب يا دكتوره، حضرتك هتشيلي الرز بالفريك اللي هو مفروض يعني الياف عاليه بتنفخ البطن، وكمان العدس اللي هو اليافه عاليه وبينفخ البطن، يعني احنا بقى ناكل طبق الكشري ونيجي بالليل نقول اه يا معدتي واه يا بطني؟ لا، احنا هنعمل حاجه حلوه قوي علشان نمنع ان البقوليات واي حاجه غنيه بالالياف تعمل لنا انتفاخات في القولونه. هاجي في الميه اللي بسلق فيها العدس والميه اللي هعمل فيها الفريك، هجيب الكمون، الحبوب، حبوب الكمون اللي هي الحبوب او بذور الكمون الناشفه، وهحطها في شاشه، هجيب شاش معقم من الصيدليه، الشاش العادي خلاص، وابتدي احط بذور الكمون جوه الشاشه، واقفل الشاشه دي باي دبار عندي، اي خيط عندي، واحطها في الميه. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ يبتدي والميه بتغلي، يبتدي الكمون دوت بيسحب مادة السلفر، لأن الحاجات دي ليه بتنفخ؟ البقول ليه بينفخ؟ العدس والفريك نتيجة احتوائهم كميات عالية من السلفر. فالسلفر أو الكبريت، علشان أنا أمتصه بمتصه بحاجة زي بذور الكمون، فهبتدي أجيب شاشة، والشاشة دي أحط فيها شوية بذور كمون وأقفلها بدبارة وأحطها، طبعا شاشة تكون معقمة، وأحطها في المية بتاعة السلق اللي هسلق فيها العدس. طبعا العدس أنا من ليلتها ببيته في المية، وببيته في الميه. وفي كده معلومه انا كنت عرفتها من مامي، من مامتي، فكانت تقول لي ايه لما تيجي الصبحيه، قبل ما يعني هننقع من بالليل العدس او اللوبيا او الفاصوليا البيضاء، وقبل ما نبتدي نطبخها نحط عليها ميه سخنه كذا مره، تقوم هي مثلا غاليه ميه في الخلاط، وقبل ما تحطها على النار تنزل الميه اللي هي نقعتها فيها من بالليل، وبعدين تحط الميه. مامي يا رب تكوني سامعاني عشان ايه تسمعي التكه بتاعتك الحلوه. تقوم حاطه الميه السخنه عليها ونرميها، ونحط ميه سخنه تاني مرتين ثلاثه، هتلاقوا زي في ريمه كده اتكونت على السطح، الريمه دي بتتشال، وكل ده بيساعد ان السلفر او الكبريت يخرج من البقوليات. يبقى انا هنقع العدس من ليلتها، وهنقع الفريك قبلها بساعه، والميه بتاعه السلق هحط فيها بذور كمون. كده انا استفدت من المكونين دول من غير ما بطني تنتفخ. وممكن برضو اشرب على فكره اللي هو المشروب الكمون بالليمون اللي احنا عملناه قبل كده بعد ما اكل طبق الكشري، برضو يساعد جدا لو في اي انتفاخات وغازات برضو يسحبها، وحبوب الفحم طبعا واتكلمت عليها قبل كده.